أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال ليلة اليوم. إن شاء الله السحب السفلى ستنتشر على وجه الشرق، احتمال لبعض الأمطار، ستستمر في التهطل حتى خلال يوم الغد إن شاء الله على السواحل وكذلك المرتفعات. بعض الأمطار المتفرقة أواخر النهار ستخص المناطق الوسطى الشرقية، لكن أجواء مشمسة خلال يوم الغد ستخص المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الواجهة الغربية، ولكن بعد انقشاع ضباب حتى على شمال الصحراء ومنطقة الواحات وحتى على مناطق الجنوب الشرقي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله طقس بارد دائما على المرتفعات والهضاب، 4 درجات دون الصفر على السعيدة، 4 درجات كذلك ولكن فوق الصفر على العاصمة بومرداس ديبازا حتى على وهران، درجة واحدة فقط على بشار، 6 درجات على تندوف، 8 درجات على الصحراء الوسطى وكذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي، 14 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى سترتفع قليلا خاصة على الواجهة الساحلية، ننتظر مقاييس ما بين 16 درجة إلى غاية 18 درجة، أدنى مقياس دائما على سعيدة مع 11 درجة، 14 درجة على بشار، 19 درجة على تندوف، 18 درجة على كل من بسكرة، مغير، توغورت حتى على ورقلة، حاسيم سعود وحتى على إليزي، 25 درجة على تنرست، 32 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر هادئ خلال الصباح على الواجهة الغربية ليتحول إلى قليل الاضطراب حتى على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح ضعيفة شرقا لن تتعدل 20 كيلومتر في الساعة حتى على السواحل الوسطى، لكن معتدلة غربا تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة.